بعضهم ترك مساحة للمارة، وإن كانت ضيقة فهي أفضل بكثير من احتلال الرصيف كاملا وإجبار المواطنين على السير مكان المركبات. تجاوزات في قلب مركز البصرة دون رادع يسجل للجهات الحكومية المختصة، شارع الجزائر الرئيس وتفرعاته شواهد على قتل جمال البصرة. أكثر هذه يعني العالم على رزق اللي قاعدة يعني تشتغل على باب الله من هالباب هذا يعني. ما مفر الدول ما مفرت لهم البديل العمل. لازم يعني قبل لا تزيله لازم توفر البديل. نعم مفروض توفر للشباب العمل، توفرهم نعم. الأمور هذه حتى تزيلهم. طاولات المطاعم والمعروضات للبيع ليست الحالة الوحيدة المسجلة كتجاوزات بمركز البصرة، بل فتحت بعض المحال لصيانة المركبات لتحول المنظر وكأنه منطقة صناعية. أما الانفلات المروري فعلامات الاستفهام كثيرة بحسب الصورة. إذا تطلع الحكومة على التجاوزات المتجاوز يشيلوه، بس بعد يعني هم يشوفون هاي البسطيات، الناس فقراء وين يعيشون؟ نعطيهم مجال هاي البسطيات. صارت حملات إزالة أي بس على التجاوز يبني محل يعني الإزالة، يعني مو متجاوز ابو بسطية، هذا بسطية ما متجاوز وعلى باب الله. ولا يتحمل أصحاب المحال المسؤولية لوحدهم، فبحسب مواطنين تسهل جهات معنية وحزبية مؤثرة العملية لأصحاب الملك مقابل مكاسب مادية أو لمصالح انتخابية، بدليل تحول جنس المناطق من سكنية إلى تجارية دون ضرائب خدمية تذكر. مركز المدينة مثال على جشع التجاوزات على الأملاك العامة، أرصفة محتلة وبنايات زاحفة على الأرصفة، بالمجمل هي مثال للانفلات وغياب الرادع القانونية. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.